خير. صباح الهنا على حضراتكم، واول الاسبوع و10 الصبح في الاهلي. يا صباح الفل يا كريم. صباح الفل عليك. شفتي اللي بس لطيف جدا، لطيف جدا. صباح الفل على كل حضراتكم، اهلا بكم جميعا، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي كالعاده. ان شاء الله هيكون عندنا في الجزء الاول من الحلقه كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي وبتفاصيل التفاصيل، والجزء الثاني ان شاء الله هيكون برضو معانا كالعاده فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هتكون مع مجموعه من ابطال الرياضه من ذوي الهمم، وهنعرف ازاي ذوي الهمم بيتعلموا الكاراتيه بصفه خاصه. دي الفقره الحواريه الاولى. تاني فقراتنا ان شاء الله هينورنا من خلالها كابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي السابق، وحديث مطول بقى عن اللي جاي ان شاء الله هيكون عامل ازاي. انا عجباني جدا الفقره الاولى تحديدا، وملف احنا طبعا. يمكن كمان هنا بنبقى حريصين جدا في 10 الصبح في الاهلي ان احنا يعني نبرز الفئه دي، ونتكلم قد ايه الناس دي عايشه وبتحقق انجازات وعندها عزيمه وقصص ناجحه جدا، ويمكن افضل من ناس كتير سلام جسديا اذا صح يعني التعبير. الفكره كمان ان انت لما تتكلم عن عددهم في مصر، لا عددهم كبير جدا، يمكن اكتر من 20 مليون في مصر، ده وفقا للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، ده كانت اخر حاجه 2020 يعني الدراسه، اكتر من 20 مليون شخص من ذوي يعني الهمم في مصر. فهي فئه لا يستقل بها، وما نقدرش نقول عليه حتى فئه، هم يعني بتكلم اكتر من ثلث المجتمع. فيعني لازم يكون في ثقافه مختلفه، ولازم يكون في كمان توعيه مهمه جدا سواء في المدارس، توعيه اجتماعيه وغيره، علشان نقدر ان احنا نستفيد بخبرات بعض ونستفيد من بعض عشان نبني مجتمع بعد كده في الاخر يكون يعني مجتمع سليم. فلا انت رايك ايه؟ ده اغلبه ابطال. صح. يعني اغلبهم في مجالات مختلفة، يعني مش لازم حتى طبعًا. رياضة فقط. ولو هنتكلم على الرياضة يا هوند، تعالي كده نقارن بين أي بعثة أولمبية مصرية شاركت في أي دورة أولمبية سابقة، وأي بعثة بارالمبية شاركت في أي دورة بارالمبية سابقة، وشوفي الفرق. عدد الميداليات بس كده، مش هقول لك أكتر من كده. طبعًا طبعًا. ولو قلنا تجاوزًا بشكل يعني مجازي كده أنهم فئة، فهم فئة محترمة جدًا وفيها ليها حقوق، وفيها فئة لازم تتعامل نفس المعاملة اللي كلنا بنعملها لبعض. وبلاش بقى نظرة الاندهاش ونظرة حتى التعاطف المبالغ فيه، يعني ساعات بيبقى نظرة التعاطف تكسر اللي قدامك، ونكسر ليه ناس اوريدي اقوياء؟ ده احنا يا ريتنا ربع إرادة الناس دي أصلا. لا أنا بتفق معاك، وحلو جدا كمان إن احنا يعني شاهدنا السنوات السابقة اختلاف شوية، لأن كان نتكلم الاختلاف جاي من الدولة نفسها، يعني لما تعمل عام 2018 عام ذوي الهمم، لما تتكلم عن دستور 2014 والحقوق اللي هو أعطاها لهذه يعني الفئة، وتحديدا المادة 53 معلش القانون بقى لازم أطلع الحتة اللي جوايا، خشي علينا بقوانين يعني في المادة دي تحديدا ساوت بين الجميع، يعني مفيش حاجة اسمها علشان هو شخص من ذوي الهمة فالحقوق بتاعته أقل أو واجباته أقل أو راتبه أقل، الحاجات اللي هي فيها discrimination أو تفرقة دي مفيش حاجة اسمها كده عندنا في مصر. فده شيء يعني فعلا محترم جدا، وإن شاء الله مزيد ومزيد كمان من الحقوق، احنا نتمنى لهم كل خير. طبعا. كل حال هنتكلم بالتفاصيل في الفقرة الخاصة بيهم. خلينا بقى دلوقتي نروح كده ونستعرض أخبارنا موضوعاتنا النهاردة، لأن لازم أكيد في البداية نقول يعني مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب والقائمة المحترمة اللي ليه، وكمان يعني عندهم 4 سنوات بقى مزيد من العطاء خلينا نقول، وثقة كبيرة طبعا من أعضاء الجمعية العمومية وضعوها في المجلس، لأنهم متأكدين يعني أكيد أنهم هيحققوا طموحاتهم وأحلامهم في كل المجالات، بنتكلم اجتماعيا إنشائيا رياضيا، فبالتوفيق إن شاء الله. بس كان بقى عايز أقول لك يوم حافل طبعا، يوم حافل، لا أعداد كتيرة وناس فرحانه ويعني فاهم ازاي، وانا بقى يعني كنت موجوده، فعايزه انقل لك الصوره حيه يعني عن طريق انا بقى. طبعا احنا كاميرا النادي الاهلي وكاميرا قناه الاهلي كانت موجوده، ولكن يعني بص مثلا ادي اكبر دليل. لا كده كنت هناك فعلا. انا على فكره اكتشفتها تاني يوم، بس ده مش من حاجه، ده من عارف مش فكره زحمه وبتاع، لا احنا علشان عايزين نيجي هنا وعايزين نبقى مع الناس بتوعنا وعايزين نروح، يعني الواحد مبسوط حتى هو تعبان بس مبسوط، انت عايز تبقى متواجد من الساعه مش عارفه قبل الصلاه لغايه بالليل، في ناس قعدت لغايه لما النتيجه طلعت فاهم. فيعني كان يوم فعلا حلو، والناس كلها بتعمل ده بروح وبمحبه شديده جدا وباحساس عالي جدا بالمسؤوليه. يعني الواحد حضر انتخابات مجالس ادارات في نوادي مختلفه قبل كده، لكن بتلاقي طبعا في كتير من الاعضاء وبالذات القدامى الاعضاء دايما بتلاقيهم ايه متحملين المسؤوليه. أيوة. لكن في فئه كده تلاقيها مش في دماغها، لكن فيما يتعلق بانتخابات النادي الاهلي كل الاعمار كبير يا وصغير. كل الاعمار، وعايز اقول لك الناس يعني بجد، واحنا واقفين مع القائمه بتاعت كابتن خطيب، وهو كان جه بيجي وكان بيروح بيجي يروح يلف طبعا. في النادي وفي اللجنه،
الناس معديه من قدامنا، ما فيش حد مش عايز يتصور معايا، اطفال اللي هو واحد عنده 3 سنين. والله انا كنت حتى قلت لهم وانت عارف كابتن الخطيب، يعني عارف اللي هو الولد عارفه يعني، بص من سن كام لسن يعني ثمانينات واكتر، فحاجه كان او كان مشهد فعلا مفرح فعلا جدا. طيب نروح بقى مع حضراتكم لبيان مهم جدا اصدره النادي الاهلي بيؤكد فيه على صحه الموقف القانوني للعمري فاروق الفائز بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكيه. جه نص البيان كالتالي: ردا على البيانات المنسوبه لكل من مديريه الشباب والرياضه بالقاهره واللجنه الاولمبيه والتي لم يتم نشرهما على الحسابات الرسميه للجهتين لاسباب غير معروفه، وتم الاشاره فيها الى تعليق اعتماد فوز العمري فاروق نائب رئيس النادي بالتزكيه بدعوى وجوب عرض امره على الجمعيه العموميه القادمه استنادا الى نص الماده 43 من لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. اولا تنص الماده 43 على او يعني تنص الماده 43 من لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي على انه يفوز المترشح الحاصل على اعلى الاصوات، فاذا تساوى اثنان او اكثر في عدد الاصوات اجريت قرعه بمعرفه رئيس اللجنه القضائيه المشرفه لتحديد المترشح الفائز، وإذا كان عدد المترشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه على وفق مقاعد مجلس الإدارة أو كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعرض أسمائهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين. وفي حال عدم اعتماد الجمعية العمومية فوز المترشحين بالتزكية تطبق أحكام المادة 41 فقرة 2، وإذا كان عدد المترشحين المعلن فوزهم بالتزكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس الإدارة تؤلف لجنة مؤقتة ممن فازوا بالتزكية والمدير التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم بعملهما وتتولى شؤون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية عادية. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 41 يتم إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية المصرية لاعتماد النتائج النهائية. ثانيا بالنظر إلى المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي تستند إليها كل من الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية لتعليق فوز السيد العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، يتبين أن هذه المادة جاءت متطابقة في صياغتها مع ما تنص عليه لائحة النظام الاسترشادي للأندية الرياضية الصادرة عن اللجنة الأولمبية المصرية، وكذلك للعديد من لوائح النظام الأساسي للأندية الرياضية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر لائحة نادي الزهور الرياضي ولائحة نادي هليوبلس ولائحة نادي سموحة بالإسكندرية وغيرهم من الأندية الأخرى، والتي تم الأخذ بما جاء بتلك اللوائح وإعلان فوز المترشحين بالتزكية بهذه النوادي وفقا لهذه المادة في ذات الجمعية التي تم عرض التزكية فيها. وقامت اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية باعتماد النتائج في هذه الأندية بالتزكية دون طلب عرض المرشحين على الجمعية العمومية مرة أخرى. ثالثا النادي الأهلي اعتصم بصحيح حكم القانون بداية من فتح باب الترشح والذي بغلقه تبين أن منصب نائب الرئيس لم يتقدم له سوى مرشح وحيد هو السيد العمري فاروق وهو ما أعلن معه فوزه بالتزكية، ثم تم عرض أمره على الجمعية العمومية التي انعقدت أمس من خلال استمارة التصويت التي وافقت عليها الجهة الإدارية كتابة لاعتماد هذا الفوز بالتزكية وفق ما تنص عليه نصوص اللائحة السالف بيانها، كما أن استمارة التوصية المشار إليها مدون بها كتابة أو كتابة عند منصب النائب لاعتماد فوزه بالتزكية. وبالفعل حصل السيد العمري فاروق على تأييد أعضاء الجمعية العمومية لفوزه بالتزكية، وذلك بحصوله على عدد أصوات 19472 صوت، وهو ما يقارب من 94% من عدد أصوات الحضور. بيان في غاية الأهمية كريم، ولازم إن احنا نقوله زي ما النادي الأهلي بالظبط كده أصدره. وخلينا نستكمل البيان. ورابعا بيود النادي نادي التأكيد على أن عرض أمر المرشح الوحيد على الجمعية العمومية لاعتماد فوزه بالتزكية لم تنظم ليه لوائح الأندية السالف الإشارة ليها لا شكلا أو حتى كان في إجراء لهذا الغرض. الكلام لحد دلوقتي واضح، يعني النوادي دي أصلا ما يعني ما استمدتش أو ما اعتمدتش على أي حاجة أو إجراء يعني كان موجود معين، هي يعني قامت بهذا الفعل وتم اعتماد الإجراء اللي هي قامت بيه ده وخلاص ده اللي حصل. فلذا احنا بنتكلم فقد التزم النادي ما اعتمد عليه او درج العمل عليه بكافه الانديه الممثله، احنا بالتالي عملنا زي ما بقيه النوادي اتعمل او عملت وبذات الاجراءات المعتمده من الجهه الاداريه واللجنه الاولمبيه. لحد دلوقتي احنا بنقول حاجه مش مفهومه؟ كلام واضح جدا. واللي هي انتهت الى حصول السيد العمري فاروق على عدد الاصوات وهي اصوات اكثر من النسبه المطلوب
ده رابعا. نخش على خامسا، الامر لا يحتاج الى لبس او تفسير او تاويل. النادي الاهلي التزم صحيح احكام القانون، بنتكلم بشان كافه اجراءات الجمعيه العموميه للنادي المنعقده بتاريخ 25 و26 11 2021، والدليل انه تم توقيع محضر اجتماع الجمعيه العموميه من الساده اعضاء اللجنه القضائيه المشرفه على الانتخابات ومن اللجنه القضائيه المراقبه على الانتخابات وايضا من اللجنه الاولمبيه والمسؤولين من الجهه الاداريه الحاضرين بالجمعيه، وهو المحضر الموجود بحوزه النادي. جميل جدا. وايضا المدرج ايه بقى بين بنوده الرئيسيه؟ اعتماد فوز العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكيه، وتم اعتماد ذات النتيجه لنادي الزهور. هو بقى هنا النقطه دي مهمه جدا، احنا بنتكلم اهو تم اعتماد ذات النتيجه لنادي الزهور منذ ايام بذات نص الماده سالفه الذكر في لائحه نادي الزهور، وهي ذات الماده الموجوده في اللائحه الاسترشاديه ولائحه النادي الاهلي، وبذلك تكون وزاره الشباب والرياضه ملزمه باعمال صحيح القانون، لا سيما وان جميع الاجراءات تمت وفق نص الماده المذكوره في تصريحات الوزاره. كلام محترم جدا. نخش على سادسا، بنؤكد أن ما جاء بتصريحات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة واللجنة الأولمبية أن المحضر المرسل من اللجنة القضائية المشرفة اعتمد كافة الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية بما فيها بنتكلم موقف العمري فاروق وحاجته لطرح اسمه على أول جمعية عمومية مقبلة، أمر بيتعارض مع صريح اللائحة ورأي الجمعية العمومية، وأيضا ما جاء بمحضر إجراءات الجمعية العمومية سالفة الذكر والموقع من أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات ومن اللجنة الأولمبية والمسؤولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية، والذي من بين بنوده هنا فوز العمري فاروق بالتزكية. نروح لسابعا، عرض موقف السيد العمري فاروق على الجمعية العمومية مرة أخرى، فهو أمر مستغرب جدا ولا يتفق مع المنطق أو القانون أو حتى اللائحة، وفيه اعتداء على حقوق الجمعية العمومية وبيخالف السوابق المستقرة عليها في انتخابات الأندية وخاصة نادي الزهور ونادي هوليوبلس اللي احنا كنا بنتكلم عنهم التابعين برضو لذات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. وعليه فإن النادي الأهلي ومجلس إدارته كعهدهما دائما يتمسكان بتطبيق صحيح أحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي، وبيرفضوا رفضا تاما سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الأندية الرياضية المتماثلة في المراكز القانونية، وإن العمري فاروق فاز بمقعد نائب رئيس بالتزكية. أنا أعتقد بيان في غاية الاحترام وبيان مدروس جدا، وإحنا إذا كنا بنتعامل فبنتعامل وفقا لما هو متعارف عليه، لا إحنا أول نادي ولا هنبقى آخر نادي، ده حصل في الزهور، ده حصل في هليوبلس، فلما نيجي نطبقه في إيه؟ خلونا نروح نتابع صوت وصورة ونرجع نكمل. احنا بنعشق الاهلي عشق ما تتصوروا، يعني انا جاي من سلطنه عمان مخصوص والله عشان خاطر الاهلي وعشان خاطر كابتن الخطيب، يعني انا رتبت الاجازه الاسبوع ده عشان مخصوص ان انا اجي احط صوت انا والاسره، مخصوص حب في الاهلي وحب في كابتن الخطيب، لان اللي احنا شفناه من الكابتن الخطيب على وهو سواء كان لاعب او هو رئيس للنادي او كان نائب رئيس النادي كان حاجه يعني تستاهل ان احنا نجيله من اي مكان، ويا رب يكون في ازدياد وتقدم ان شاء الله دايما ان شاء الله. انا سعيد ان انا من ضمن عائله الاهلي وان شاء الله من تطور لتطور ان شاء الله يا رب. مبسوطين جدا واسعد حاجه ان احنا نشوف النادي الاهلي في رقي وازدهار، ومبسوطين قوي بالرئيس النادي عشان خاطر النادي الاهلي نمشي اميال واميال، يعني ده النادي اللي هو صانع الفرحه لينا زي ما بيقولوا للشعب المصري كله مش بس الاهلاويه، دايما مشرفنا ورافع علم مصر في كل المحافل الدوليه، حاجه عظيمه جدا جدا جدا. وكمان النهارده لما دخلنا وشفنا حاله التنظيم اللي موجوده حاجه تفرح وحاجه تسعد، ومش غريبه بقى ان النادي الاهلي لسه بالامس القريب واخد جائزه احسن مؤسسه رياضيه في الشرق الاوسط والعالم العربي تقريبا، حاجه بتشرف كل الاهلاويه الحقيقه. فعشان كده بنيجي للنادي الاهلي، مش كتير علينا كل اربع سنين نيجي عشان، وبعدين انا بقى من جيل الستينات والسبعينات اللي كرفت اتفرجت على كابتن بيبو وهو لسه طالع كابتن بيبو، حبينا الكوره وحبينا النادي الاهلي عشان خاطر كابتن بيبو، فلازم نجي له طبعا، نجي له ونجي لقائمته. هو النادي الاهلي طول عمره يعني احساس الناس بالنسبه له غير اي نادي تاني، كبار سن صغار سن شباب، فالناس بتتكاتف في اليوم ده، يعني بيبقى احتفاليه فيها حب وفيها يعني كلام جميل.
لينا لحظه بلحظه زي ما بيتقال النتيجه، صوت وكمان صوره، والناس كانت فرحانه قد ايه، واللحظه دي اللي كل الناس كانت مستنياها، ونرجع نكمل مع حضراتكم. وبعد اتمام اعمال الفرز انتهت اللجنه على النادي. اولا منصب الرئيس، الاصوات الصحيحه 22127 صوت، الأصوات الباطلة 454 صوت. حصل خالد سليمان أبو العيلة عيد على 2820 صوت، وحصل محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب على 19307 صوت. منصب نائب الرئيس العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري، حصل على 19472 صوت. منصب أمين الصندوق، الأصوات الصحيحة 21992 صوت، والباطلة 589. خالد عبد المحسن كامل مرتجي، حصل على 14210. خالد محمد علي الدرندلي، حصل على 7782 صوت. العضوية مجلس الإدارة فوق السن 35. الأصوات الصحيحة 20667 صوت، والباطلة 1914. أحمد نبيل عبد الحميد، حصل على 4656. حسام السيد المتولي غالي، حصل على 19223 صوت. طارق نكمل، يا جماعه اسم يعني نكمل بس. طارق حسن عبد الحميد حسن قنديل، حصل على 18253 صوت. محمد أحمد جمال ماضي أبو العزايم، حصل على 5960 صوت. محمد زكريا عبيد سراج الدين، حصل على 18301 صوت. محمد شوقي السيد إسماعيل، حصل على 17804. محمد عمر محمد الضماطي، حصل على 19254 صوت. محمد محمود عبد العظيم الغزاوي، حصل على 18087 صوت. منار سعيد محمد التركي، 5311 صوت. مهند مجدي محمد عبد العزيز محمد، حصل على 17420 صوت. نكمل بعد الزول. عضوية مجلس الإدارة للشباب تحت سن 35، الأصوات الصحيحة 21410، الباطلة 11171. عبد الله ضياء الدين محمد، حصل على 2060 صوت. عمر محمد ربيع ياسين، حصل على 9698 صوت. محمد جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر، حصل على 15100 صوت.
نكمل يا جماعة بعد إذنكم. الهدوء علشان أكمل بعد إذنكم. محمد رافت كامل مصطفى الهنداوي حصل على 1679 صوت. مي عاطف عبد الفتاح حسن مصطفى حصلت على 14000 وبناء عليه اولا فاز بمنصب نائب الرئيس السيد محمود ابراهيم الخطيب منصب الرئيس السيد محمود ابراهيم الخطيب. ماشي. يبقى اولا اعلان فوز السادة الاتي اسمائهم. منصب الرئيس محمود ابراهيم الخطيب. منصب امين الصندوق السيد خالد عبد المحسن كامل مرتجي. منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن 35. لو سمحتوا يا جماعة أنا عارف بقول إيه، بس اصبروا عليا. نائب الرئيس ليه حكم يعلنوا في الآخر عشان ليه حكم تاني. منصب أمين الصندوق السيد خالد عبد المحسن كامل مرتجي. منصب عضوية مجلس الإدارة فوق سن 35 محمد عمر محمد الضماطي. حسام السيد المتولي غالي. محمد زكريا عبيد سراج الدين. طارق حسن عبد الحميد حسن هنديل. محمود عبد العظيم الغزاوي. محمد شوقي السيد إسماعيل. مهند مجدي محمد عبد العزيز محمد. عضوية مجلس الإدارة تحت السن محمد جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر. مي عاطف عبد الفتاح حسن مصطفى. بالنسبة لمنصب نائب الرئيس عرض أمر المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وفقا لنص المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي لأنه حصل على أكثر من 25%. شكرا جزيلا. الجدير بالذكر حضرات ان اداره شركه برزنتيشن لايف تقدمت بالتهنئه لكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي على الفوز بالانتخابات لاستكمال مسيره التطوير وايضا تلبيه امال وطموحات كافه اعضاء وجماهير النادي الاهلي متمنين دوام النجاح والتوفيق لمجلس الاداره الجديد. كمان حابين لازم نتكلم الحقيقه عن الجهد الكبير اللي حصل في تغطيه انتخابات النادي الاهلي وكل وسائل الاعلام اللي كانت بتنقل عننا الحقيقه جهد محترم جدا. والمدير التنفيذي الكابتن اسلام الشاطر تقدم بالشكر لكل العاملين بقناه الاهلي برئاسه الاستاذ ايهاب الخطيب رئيس القناه على الجهد الكبير والعظيم في تغطيه انتخابات الجمعيه العموميه. طبعا كل التحيه والتقدير والاحترام على جهد جميع العاملين في قناه النادي الاهلي اللي دايما بيقدموا تغطيه مختلفه واداء متميز جدا لكل ما هو متعلق بالنادي الاهلي. كل التحيه والتقدير. طيب خلينا ننتقل بقى بعد كده ونروح للتهاني لان الاهلي يوصل له تهاني كتيره جدا. من التهاني دي كمان تهنئه نادي الزمالك وخليني اقول لحضراتكم برضو الاهلي بدوره تقدم بخالص الشكر والتقديم التقدير عفوا لنادي الزمالك على تهنئته الرقيقه والمحترمه بمناسبه اختيار مجلس اداره جديد للاهلي. وبرضو جدير بالذكر ان الاهلي قدم التعازي في المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك الاسبق ربنا يرحمه طبعا ويصبر اهله. طبعا حاجه او مشهد محترم جدا ان احنا نشوف ده. ده اللي المفروض تكون عليه الامور ودايما. ايوه طبعا. ده اللي المفروض وبالذات كمان لما بنتكلم على اقطاب رياضيه مختلفه، مش هذكر بقى اسماء، عموما فكره ان انت لازم تبقى بتمثلي يعني نموذج للناس اللي بيتفرجوا من منطلق ان الرياضه اخلاق وروح رياضيه الى اخره. وده اللي احنا على طول بنعمله يا كريم، يعني ده اللي على طول النادي الاهلي او ده النهج بتاعه، فحابين ان احنا نشوف ده بيحصل معانا كمان من يعني مش هنقول برضو نادي بعينه بس من كافه الانديه كمان اكيد. طيب
مبروك للفريق الاول لكره السله سيدات في النادي الاهلي اللي توج بلقب دوري المرتبط بعد ما نجح في التغلب على فريق سبورتنج بنتيجه 83-62 في اياب الدور النهائي. كان فريق المرتبط 18 سنه حقق الفوز كمان على سبورتنج بنتيجه 56-43 في مباراه الاياب بعد ان تغلب عليه في مباراه الذهاب بنتيجه 73-67، بينما خسر فريق السيدات في لقاء الذهاب بنتيجه 194 قبل ان يعود بالامس ويحقق الفوز في مباراه الاياب بنتيجه 83-62 ليحصد بالتالي الفريق هذا اللقب، ومليون مبروك. بصوا الفريق فعلا يعني هنتكلم قدم مباراه قويه جدا، وكمان في فكره هنا ظل رغبته في حصد البطوله، يعني ان هو كمان يسعد الجماهير بلقب بطوله هنا دوري المرتبط بنتكلم. وزي ما قال كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق، قال ان هو استعد للمباراه دي بشكل خاص، وان الاهلي بيتطلع لحصد كل الالقاب هذا الموسم، ده حاجه طبعا محترمه جدا، وان الجميع تعاهد على عدم التنازل عن التتويج بباقي البطولات هذا الموسم. فبنقول لهم احنا بدورنا بالتوفيق ليكم ان شاء الله ومزيد ومزيد من البطولات. نروح بقى على منتخبنا، منتخب مصر اللي ان شاء الله هيبتدي مشواره في بطوله كاس العرب اللي هتبدا خلال الفتره من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر. مصر في المجموعه الرابعه مع منتخبات الجزائر والسودان ولبنان. هيبتدي مش يعني منتخبنا مشواره في البطوله بمواجهه لبنان يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. والجدير بذكر ان المدير الفني البرتغالي كارلوس كيراش المدير الفني لمنتخب مصر صرح وقال انه شايف ان بطوله كاس العرب هتكون فرصه عظيمه للاستعداد الى تصفيات كاس العالم 2022 اللي ان شاء الله هتتلعب في مارس اللي جاي. كيراش قال انه متفائل جدا وانه كله ثقه في منتخب مصر، وقال نصا سنبذل قصارى جهدنا للتحسين ولنكون افضل ولابقاء القميص المصري دائما في مركز اعلى. واحنا بدورنا بنقول والله هكذا نتمنى. يعني انت عندك تشكيك؟ انا لا، انا قاعد مستني اهو، انا قاعد اهو، بصي انا قاعد مستني النتيجه. بص اقول لك على حاجه، هو يعني احنا هنتكلم بشكل اكثر تفصيلا عن الموضوع ده في الفقره يعني الاخباريه، ولكن هو كان لي مؤتمر صحفي واتكلم ده بالامس طبعا، واتكلم في نقاط كثيره ويمكن سريعا عايز اروح مع حضراتكم فيها. هو مثلا من الحاجات اللي صرح بيها او قالها، قال انا هدفي بناء منتخب قوي يضم اسماء جديده ولا توجد ازمه مع اي لاعب. ليه قال الكلام ده؟ قال الكلام ده لما سئل على استبعاد طارق حامد لاعب الزمالك من القائمه. حاجه ثانيه اتكلم فيها، قال ان كاس العرب ده بطوله تحضيريه لاكتشاف وجوه جديده، ولكن ده لا يمنعه من اللعب على المنافسه على البطوله، وهناك اولويات للمنتخب. من الحاجات برضو المهمه اعتقد اللي قالها، هو هنا اضاف ان مصر لا تستطيع الحكم بشكل كبير على بطوله الدوري الممتاز، وان هو حريص جدا على حضور اكتر من مباراه عشان يتابع يعني اللاعبين، متمنيا حضور الجماهير بشكل كمان كبير في الفتره المقبله، ان ده بيفرق طبعا مع اللعيبه. فدي كانت التصريحات، ولكن اكيد برضو هنتكلم بشكل اكتر تفصيلا في الفقره بقى. طيب قبل ما نروح للفاصل، علشان برضو بما احنا بنتكلم عن الطقس وبنتكلم عن برضو موسم يعني او فصل الشتاء، وربما فصل الشتاء بتزيد حالات البرد وهكذا الكورونا والكلام عن المتحور الجديد، والله حاجه كانت غريبه. وممكن من الكلام ده برضو اروح لملف مهم يا كريم، وهي فكره هنا كل شويه بيطلع كلام ان هيبقى فيه تعطيل للدراسه، كل شويه يتقال لا احنا ده المدارس هتقفل تاني، حاجات زي كده. فخليني اقول لحضراتكم بس عشان الموضوع يبقى يعني واضح، دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم قال كده تحديدا، خليني اقرا لحضراتكم: قرار تاجيل الدراسه بسبب ظهور متحور كورونا الجديد ليس قرارا او ليس قرار وزاره التربيه والتعليم، مشيرا الى ان وزاره الصحه المسؤوله عن تحديد الخطوات المقبله. هو ليه بيقول كده؟ لان كل شويه نسمع خبر معرفش جاي منين صحته من عدمها، يقول لك ان تم تعطيل الدراسه، تم مش عارف تاجيل الدراسه، تم غلق بعض المدارس، الكلام ده كله مش صحيح. وهو دكتور طارق شوقي بيتكلم ان هو مش في ايده اصلا حاجه زي كده، الموضوع اللي بتحدده وزاره الصحه، فما فيش حاجه لحد دلوقتي اصلا تمت. وتابع ان فكره التساؤل عن تاجيل الدراسه سؤال هنا سابق لاوانه، معقبا المتحور ليس ظاهر يعني بالامس،
لو قعدنا في البيت اكتر من كده الطلاب هتتعب في العمليه التعليميه ويكفينا ما فقد قبل كده. فده تصريح مهم جدا، ويا ريت احنا كاهالي ننتظر التصريح الرسمي. وفكره نشر الشائعات برده بتحصل على جروب الامهات والمدارس والحاجات اللي زي كده، وكل حد بيقول كلمه والتاني يصدقها وبتنتشر الاشاعات، يعني مش لمصلحه حد ابدا ده. فيا ريت ننتظر لما يبقى فيه يعني تصريح سليم او بيان بيطلع رسمي، ساعتها نبدا ان احنا ناخد احتياطاتنا. غير كده ارجو يعني ان احنا ما ننشرش اشاعات زي كده. يا سلام لو ناخد المعلومه من مصدرها الطبيعي، مصدر الطبيعي من الجهه المنوط بيها ابراز هذه المعلومه في حال الرغبه في ابراز معلومه معينه، يعني ناخد الموضوع من مصدره الرئيسي. لو ده حصل والله العظيم ثلاثه حضرات الاشاعات دي مش هتلاقي حد تنتشر ما بينه، ما خلاص كل واحد عندنا وعي كافي. خلينا اي حاجه متعلقه بالمنظومه الصحيه يبقى نشوف تصريحات وزاره الصحه الى اخره بقى. صحيح. نروح فاصل سريع. يلا انا بقول كده. نروح فاصل سريع ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه لعشر الصبح في الاهلي. وتعالوا بقى نروح عشان نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكافه الانشطه اللي فيه مع زميلتنا العزيزه نورهان طمان، هي الموجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. نورهان صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وإن شاء الله صباح سعيد، وإحنا طبعا بنبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي في أولى حلقات برنامجنا بعد منح الثقة الكاملة للقائمة كابتن محمود الخطيب في إدارة النادي الأهلي لحقبة جديدة. بنبارك طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي ونبارك لكابتن محمود الخطيب. احنا طبعا هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره نطلعكم على ابرز واهم اخبار النادي زي ما عودناكم. ويمكن اول خبر معانا خبر يهم طبعا جماهير الكره في مصر وجماهير الكره ايضا في تونس، والجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بقياده الدكتور احمد ابو عبله سلم تقرير طبي كامل للمنتخب التونسي عن حاله التونسي علي معلول والظهير الايسر لفريق النادي الاهلي بعد طبعا اصابته في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة في منافسات الدوري المصري، وكان تأكد إصابة اللاعب بشد خفيف في العضلة الضمة. اما بقى على صعيد منافسات الالعاب الاخرى فرجال كره اليد النهارده هيلعبوا ضد هليوبلس ضمن منافسات الجوله ال17 من بطوله الدوري. كان من المفترض اقامه الجولتين كل خميس وجمعه من كل اسبوع، ولكن تم تاجيل المباراه تم تاجيل جولتين 17 وال18 من بطوله الدوري بسبب استعدادات المنتخب الوطني لامم افريقيا لكره اليد. كمان عايزين نبارك لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بعد فوزهم أو تحقيقهم لبطولة دوري المرتبط بعد طبعا تغلبهم على فريق سبورتينج أمس بنتيجة 83-62. دي المباراة اللي يمكن كان سبقها فوز شابات النادي الأهلي على سبورتينج أيضا بنتيجة 56-43. النجمة نادين السلعاوي نجمة فريق كرة السلة لسيدات النادي الأهلي حصلت على جائزتين وهي أفضل لاعبة في البطولة وكمان هدافة نهائيات البطولة. أما بقى فريدة وائل وهي أيضا من إحدى نجمات فريق كرة السلة بالنادي الأهلي عبرت عن فرحتها بصورة كبيرة جدا بعد تحقيق اللقب الغالي، وقالت إنه علي هاشم المدير الفني كان لي أو حديثه مع اللاعبات كان لي أثر كبير جدا في تحقيق الفوز. ومستمرين معاكم ومزيدا من الانتصارات، الفريق الاول لكره اليد حقق الفوز على فريق منوف مساء امس بنتيجه 44-19. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره. ولكن قبل ما اروح للعوده مره اخرى للاستوديو بقدم التعازي للزميله العزيزه مريم سميح في وفاه المغفوره لها والدتها الاذاعيه الكبيره منيره يوسف. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. شكرا ليك، احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه نورهان طمان، وطبعا خالص التعازي لزميلتنا العزيزه والجميله والمحترمه نورهان طمان، يعني مريم سميح عفوا في وفاه والدتها. ربنا يتغمدها برحمته ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه يا رب العالمين، ويربط على قلب زميلتنا العزيزه يا رب.
شكرا ليكي يا نورهان، والحمد لله على سلامتك. برضو نورهان كان يعني كانت تعبانه شويه الفتره اللي فاتت، بس سعداء ان انت عدتي لينا مره ثانيه. خلينا بقى ننتقل دلوقتي ونروح مقر جريده اليوم السابع مع مراسلتنا العزيزه روزان نصر عشان نتابع اهم الاخبار في الصحف والمواقع، وهي بالمناسبه كمان معها لقاء مع الاستاذ رامي عبد الحميد الصحفي بجريده اليوم السابع. وروزان انت معاكي يمكن منشطات مهمه جدا من الشروق، على سبيل المثال بيتحدثوا عن من هو الافضل حاليا في باريس سان جيرمان، ويمكن المنشط بيقول مبابي نجم سان جيرمان هذا الموسم، ومش نيمار ومش ميسي. كمان المنشط الثاني اللي لفت نظري جدا نعرف برضو تفاصيله منك من الشروق ايضا، بيتكلم ان الشرطه الايطاليه بتحقق في تلاعب مالي بيوفنتوس. تفضلي سامعينك روزان. تفضلي. صباح الخير يا نهواند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من مقر اليوم السابع، هنبدأ فيها بأهم العناوين اللي ذكرتيها يا نهواند من جريدة الأخبار كيرو شعيب إن لا تتواجد مصر في المونديال. من موقع اليوم السابع بالميراس بطلا للمرة الثالثة على حساب فلامينجو. من الشرق الأوسط مبابي نجم سان جيرمان الحقيقي هذا الموسم وليس نيمار أو ميسي. ومن جريدة الشروق الشرطة الإيطالية تحقق في تلاعب مالي في يوفنتوس، هيكلمنا طبعا في تفاصيل هذه الأخبار ناقد الرياضي هنا بجريدة اليوم السابع الأستاذ رامي عبد الحميد. طبعا برحب بيك في البداية على شاشة قناة الأهلي، عايزك بقى تكلمني على يعني عايزة أعرف رأيك على يعني تصريحات مستر كيروش طبعا في المؤتمر الصحفي. أولا صباح الخير ليكم، وصباح الخير لكريم ونهواند وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. الحقيقة هو مستر كيروش يعني المؤتمر كان فيه شيء من الواقعية في تصريحاته، الراجل واضح ان هو حابب ان هو يكون في بدائل وفي صفوف اخرى بالنسبة للمنتخب، وكمان يعني من اللي انا شفته من تصريحاته ان هو بيحاول يكون في اعتماد على العناصر اللي هي صغيرة السن او اللي هي لسه عندها مستقبل مع المنتخب الوطني في المستقبل في الفتره المقبله، وده يمكن خلاه يستعين بلاعبين من المنتخب الاولمبي في بطوله كاس العرب. اعتقد ان هي بطوله جيده بالنسبه لمنتخب مصر لانه يستفيد منها وياخد خبرات اكتر. المنتخبات العربيه منتخبات قويه جدا، منتخبات عندها لعيبه على مستوى عالي بتلعب في دوريات قويه زي السعوديه زي العراق زي لبنان، يعني كلها تونس طبعا والجزائر. اعتقد ان هي بطوله جيده لمنتخب مصر، هنستفيد منها الفتره دي احتكاك بالنسبه للمنتخب. نتمنى ان شاء الله ان بطوله كاس العرب تفرز لاعبين جدد يستفيد منهم المنتخب الوطني والدوري المصري خلال الفتره اللي جايه. كيروش عنده مهمة مش سهلة، مهمة صعبة في هذه البطولة، نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخب مصر. يعني عايز أعرف رأيك بقى في أداء بالميراس بعد الفوز طبعا في النهائي على فلامينجو. نادي بالميراس طبعا هو نادي يعني قوي وله تاريخ كبير، ويمكن يعني الفوز على فلامينجو يمكن مش جديد، هو من الانديه القويه واللي ليها منافسه قوي يعني بتنافس بشكل قوي جدا في البطولات اللي بتلعب بيها. واعتقد ان الفوز على فلامينجو هيؤهله ان هو يلعب كاس العالم للانديه في الامارات مع النادي الاهلي طبعا، فاعتقد ان هي منافسه مش هتبقى قليله، وبالمراس ممكن يكون من المتوقع ان هو يقابل النادي الاهلي، فاعتقد ان فريق بحجم في متابعه ليه من النادي الاهلي او من مسؤول النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله التوفيق برضو بالنسبه للنادي الاهلي في البطوله دي اللي بكره ان شاء الله القرعه كاس العالم للانديه هتبقى موجود يعني هيعلن عنها. نتمنى ان يكون في قرعه جيده بالنسبه للنادي الاهلي عشان يحقق ان شاء الله باذن الله نتيجه مميزه ومركز محترم يضاف لتاريخ النادي الاهلي. من الاخبار كمان المهمه جدا معانا النهارده، ويمكن نهواند في الاستوديو سالت عليه، يعني عايزين نعرف هل فعلا امبابي نجم باريس سان جيرمان الحقيقي هذا الموسم ام لا؟ والله هو طبعا ما تقدرش ان احنا نقيم مبابي يعني في الموسم او حتى كل اللاعبين
باريس سان جيرمان بيمر اوقات بمرحله انعدام وزن، لكن هو يبقى ان هو لاعب قوي ولاعب عنده قدرات خاصه ولاعب، لكن انشغاله بموضوع الانتقال لريال مدريد والمفاوضات والاقاويل الكتيره اللي موجوده في الدوري الفرنسي او في اوروبا عموما على بامبي ان هو يروح لريال مدريد، يمكن دي اللي مأثره اكيد شويه على ادائه، لكن يبقى ان هو لعيب يعني كبير جدا ولعيب كمان عنده فرصه ان هو يتواجد في الملاعب اكتر من سنوات كتيره لانه هو صغير السن. تواجده في باريس سان جيرمان اعتقد ان هو اضاف له كتير، لكن يبقى ان باريس سان جيرمان حتى الان مع كل هذه اللاعبين وكل هؤلاء النجوم ما حققش يعني بطوله او دوري ابطال اوروبا اللي هو الهدف الرئيسي بالنسبه لباريس سان جيرمان. نتمنى ان يكون نشوف باريس سان جيرمان بشكل افضل من كده، لان المجموعه اللي موجوده نيمار ميسي راموس طبعا يعني يمكن يكون الظهور الاول ليه النهارده في الدوري الفرنسي قدام سان تيتيان. اعتقد ان باريس سان جيرمان محتاج ان هو يكون في ضبط اكتر من كده. عايز اعرف من حضرتك يعني هل موضوع التحقيق في التلاعب المالي في نادي يوفنتوس ممكن ياثر على يوفنتوس في دوري ابطال اوروبا؟ هو يوفنتوس ما يختلفش الحال شويه عن باريس سان جيرمان، لكن في الشق اللي حضرتك بتتكلمي فيه فيما يخص القضايا اللي بيحاس فيها دلوقتي حاليا الشرطه الايطاليه والمسؤولين في ايطاليا عن وجود تلاعب في عقود اللاعبين وفواتير وكمان مستحقات الوكلاء. يمكن امبارح صحيفه ايطاليه اتكلمت على ان في 50 مليون يورو مش موجودين او تم تزييفهم زي ما وفقا اللي صدر في الجريده بالظبط. اعتقد ان دي امور كلها بتؤثر على الفريق، زائد ان نتائج الفريق نفسها مش جيده. امبارح يوفنتوس خسر في الدوري الايطالي، اعتقد ان كمان موقفه في الدوري الايطالي صعب جدا. في الدوري ابطال يمكن برضو الامور مش جيده بالنسبه له. نادي يوفنتوس نادي كبير، نادي عريق، مهم جدا ان الاداره او المسؤولين في نادي يوفنتوس يتدخلوا لانقاذه، لان نادي يوفنتوس من الانديه اللي محتاجها دوري ابطال وليه جمهور وليه محبيه، فاعتقد ان لازم يحصل نوع من التدخل وضبط الاداء داخل نادي يوفنتوس من الناحيه الاداريه والماليه. يعني بشكرك جدا الاستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي والصحفي هنا بمقر اليوم السابع. دي كانت ابرز واهم الاخبار هنا من موقع اليوم السابع، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. انشطات مهمه جدا وتغطيه رائعه منك، شكرا ليك يا روزان وشكرا لضيفك. ونرجع مره ثانيه، انا طبعا يعني كنت حابه ان احنا نعزي في يومها، لكن حقيقي تعزينا للزميله العزيزه مريم سميح يعني في وفاه والدتها، واكيد كلنا يعني عندنا حزن لان هي من الشخصيات المحترمه جدا وكلنا بنحبها، فتعزينا اكيد مره ثانيه، والعزاء ان شاء الله النهارده لو حد حابب طبعا ان هو برده يقدم التعازي. شكرا لكم. طيب نروح بقى مع حضراتكم لهدف مهم جدا سجله النجم النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند خلال مباراته امام فولسبورغ اللي انتهت بنتيجه 3-1 ضمن الجوله 13 من الدوري الالماني. اللاعب كان غايب عن الملاعب لمده 6 أسابيع نتيجه اصابه عضليه كانت تعرض لها من منتصف اكتوبر الماضي، واحرز الفتى الذهبي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقه 81، يعني بعد 7 دقائق فقط من دخوله الى ارضيه الملعب. بكده يكون سجل هالاند هدفه رقم 50 في البوندسليغا خلال ظهوره ال50 في المسابقه بقميص بروسيا دورتموند، يعني 50 هدف من 50 مباراه بالنسبة له. كمان وصل هالاند لهدفه العاشر في الموسم الحالي للدوري رغم غيابه عن عدة مباريات، وأيضا الجدير بالذكر أنه بيحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق 4 أهداف فقط خلف النجم البولندي روبرت ليفندوفسكي طبعا مهاجم بايرن ميونخ. فما شاء الله يعني في غزارة تهديفية. في امبارح برضو ماتشات كتيره كانت يعني مقامه، ولسه النهارده في برضو في ماتشات، لكن احنا لو هنتكلم عن محمد صلاح تحديدا يعني هو يمكن في ماتش ليفربول بالامس ما سجلش يعني في شباك ساوثهامبتون، لكن الماتش انتهى طبعا لصالح ليفربول اللي تابع 4-0 ده ضمن منافسات الجوله 13 للدوري الانجليزي لكره القدم. لكن كالعاده مش يعني محمد صلاح لما بينزل يا كريم هو لازم بيعمل حاجه طبعًا في الملعب، يعني سواء بيحرز اهداف او ان هو بيبقى
صانع لاهداف اسيست يعني اكثر من رائع، وده اللي حصل امبارح كان اسيست يعني الجولين، فما فيش مره بينزل غير لما بيشرفنا. وخليني اقول لحضراتكم برده هو بيحتل دلوقتي صداره ترتيب هدافي الموسم للبريميوم ليج برصيد 11 هدف. جو يا مو احنا معاك، يعني حاجه بجد ممتعه، خلينا نقول لما بنتفرج فعلا حاجه ممتعه. فخر العرب. فخر العرب. لقب عن جداره. في ناس بتاخد بكل مكان. في ناس بتاخد القاب مش عن جداره، محمد صلاح فعلا اخذ اللقب طبعًا. ده عن جداره. ينطبق عليه فعلا، لان حقيقي عايز اقول لك فعلا حتى العرب اللي مالهمش في كره القدم كلهم يعني مشجعين فكره ان في رمز ونموذج محترم محترم عالميا ومقدر عالميا زي محمد صلاح، فطبعا حاجه عظيمه جدا. طيب احنا كده الفقره الاولى الاخباريه انتهت، هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. الفقره الاولى هتكون معاكم، والفقره اللي اتكلمنا عنها يعني ملهمه، خلينا نقول اللي ليها عنوان يبقى ملهمه، وهي عن ذوي الهمه وتحديدا ابطالنا في الكاراتيه. والفقره الثانيه هيكون معانا كابتن حشيش، وهنتكلم بقى في ملفات متعدده طبعا سواء عن المنتخب او عن الاهلي. فاصل ونرجع نكمل. مرحبا بيكم في الفقره الاولى، وزي ما كنا بنتكلم وهنفضل نتكلم، ذوي الهمم هتلاقيهم متميزين في كل المجالات، ربنا كده زي ما بيتقال بيديهم القدره على التميز في الفنون سواء بنتكلم في الرياضه او اي موهبه ثانيه عندهم هتلاقيهم متميزين فعلا فيها، وبيبقى عندهم نوع من الاصرار يمكن بجد مش موجود عند ناس كتيره جدا. ولما بنتكلم كمان عن دور المدرب بيبقى ليه دور كبير قوي بجانب طبعا الاهالي، بس المدرب كمان اللي بيكون موجود ان هو يعني يقدر ان هو يكتشف الموهبه وينميها، فدي حاجه برضو اعتقد مش سهله وفيها كلام كتير. هنتكلم عن الكاراتيه تحديدا لذوي الهمم في الفقره دي، وازاي كمان بيتم تدريب ابطالنا، وازاي الرحله اصلا شكلها بتكون وكواليسها. خلينا نرحب بكابتن شيماء المواردي، هي حكم ومدربه كاراتيه لذوي الهمم. صباح الفل. ونرحب بقى ببطلنا الجامد جدا عماد محمد عصام، بطل كاراتيه وسباحه لذوي الهمم. صباح الخير. صباح الفل بجد، انت منورنا، وجمهور الاهلي اكيد مبسوط ان انت تكون معانا ويسمع منك بقى. تقولك يا رب يا رب. خليني ابدا يعني عماد، تقدر تحكي كده، انا عايزاك انت تعرف نفسك لجمهور الاهلي، يعني احكي لنا مين عماد اصلا، مين البطل بتاعنا، يعني خلينا نعرف منك. والله صراحة يعني حقيقة اسمك في الاول الدنيا عدني مدير السباحة، طلعت المركز الاول طلعت السباحة السباحة تمرين التعليم أخذت الميدالية. أنت واخد ميداليات مش ميدالية، يعني ده كده جزء كمان. طبعا 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 أخذت الميدالية، يعني مركز أول ومركز أول جرت فيها على الحمام السباحه. انت التعليم هو ده، انت في الصوره دي ولا هي دي؟ تمام. كل صغير ورا في الميه في حاله واحد في حاله واحد. بس انت بتحب السباحه، يعني انت اخترتها واخترت الكاراتيه، انت اللي اخترت الرياضات دي؟ صراحه يعني الحقيقه كنت علمت عوام فهمت كنت فهمت علمت عوام موهوم 50 متر رايح، يعني ابتديت من 50 متر وهكذا. رايح حلو جدا، رايح وجاي حلو. احنا هنعرف بقى التفاصيل منك دلوقتي، بس كابتن شيماء خليني ارحب بيكي، ومجهود محترم حقيقي بتبذليه، وفكره كمان هنا زي ما انا قلت في المقدمه يعني ليكي دور كبير في اكتشاف اصلا المواهب، يعني مش سهله، وانك تختاري رياضه معينه تناسب كل شخص برضو دي مش سهله. فخلينا ابدا من هنا بفكره انك بتختاري وبعدين توديه في رياضه معينه وبعد كده نشتغل على الموهبه، يعني خلينا نعرف منك. والله حضرتك بصي، احنا كنت في فريق طموح لكنوز البشريه، تعرفت على الكاتب الصحفي استاذ عبد الرحمن مؤمن عبد الحليم، فهو مسؤول متحدي اعاقه، فانا دخلت بدات ادرب معاه. من اول يوم بدات ادرب معاه هناك 3 سنين، انا اصلا كنت بدرب متحدي اعاقه في النادي الاهلي. فاتقابلت مع عماد من 3 سنين، عرفت ان هو بطل سباحه وحصل على المركز الثاني في بطوله الجمهوريه.
وحاصل على المركز الاول في بطوله التنس على مستوى الجيزه. ده كل حاجه بقى. انت مش رياضه يا عماد بقى. طبعا. انت هتقطعنا لو نزلنا معاك يعني نلعب صح؟ ايوه ايوه طبعا طبعا. وهو على فكره عماد عازف اصلا كمان. بيغني وما شاء الله هو عنده مواهب كتيره. فانا بدات معاهم كاراتيه وفي على فكره ابطال كتير طبعا غير عماد، متحدي اعاقه ذهنيه وبصريه وحركيه وصم بكم. بس عماد من المتميزين، بيحضروا التمرين باستمراريه في فريق طموح للكنوز البشريه، متمكن جدا واخد مركز اول في بطوله البطل الاولمبي كانت الجمعه اللي قبل اللي فاتت خاصة بالاتحاد المصري للكاراتيه. كان كام منافس بقى مع عماد؟ كانوا 38 مكفوفين منافس. كانوا مكفوفين واعاقه ذهنيه وكان سم. ومركز اول يا عماد انت مش سهل. انت مش سهل يا عماد. ذهبيه. صح. واتمرنت قد ايه؟ يعني احكي لنا برضو بتتمرن قد ايه؟ اليوم بتاعك بيمشي ازاي؟ الاسبوع بتاعك كم مره بتروح تتمرن؟ رايحه جاي في حاره واحد وفي حاره واحد وحاره اثنين وحاره ثلاثه واربعه وخمسه. وملتزم بالتمرين. يعني احنا ساعات ممكن تمرين ما يبقاش يوم في الاسبوع او يومين لو احنا عملنا لقاءات ورا بعضها. وحتى كنا بنعمل في حديقه الحيوان متحدي اعاقه كان بينزل معانا، مكتبه سيده مبروك كان برضو بينزل معانا، بينزل معانا كمان في جميع اللقاءات. حلو. يعني الالتزام اهم شيء وهو عماد ملتزم جدا. بالظبط. وكان بيحضر جميع العروض في مكتبه مصر الجديده وكان متكرم السيدة الفاضلة سوزان مبارك وهو ما شاء الله عمل إنجازات جميلة يعني. طب عماد احكي لنا كده وانت يعني في المنافسة اللي كانت البطولة الأخيرة وانت بتتنافس على مركز أول، انت عايز أكيد تبقى الأول صح كده وحصل. ايه بقى ايه اللي كان صعب؟ يعني احكي لنا المنافسة نفسها كانت ازاي؟ انت حسيت انك كسبت بسهولة ولا كسبت يعني بصعوبة؟ والله صراحة يعني حقيقة كنت بحب اصلي وانا كنت في الميه البحر عشان كنت اللي فهمت وعلمت عوام معوم بنزل حاجات بنزل تحت الميه فرمل تحت بتغطس تعرف تغطس يعني كويس. بعرف اغطس و حكي عفوه والشارب بقوم كرول وشارب وظهري ومعمل حاجات الظهر ده ولسه الرجل بشارب الشرابه وانا في كوب بحر. هو يعني كان مستعد كويس قوي. بس هي العقبات اللي كانت بتقابل عماد الوزن طبعا ده الخلاف اللي بيني وبينه طبعا. عشان اعمل دايت يا عماد. لا نعمل دايت بدل انت بطل. ده انت بطل في كذا رياضه كمان. هو بيخس بسرعه وبيرجع طبعا بس محطوط تحت ضغط. وكنت بطلت المي البحر عشان المي البحر ده واقف سباحه عليها الملاح ملح قوي جامني قوي كلور. وانا كنت رحت حمام السباحه في البسين في المعسكر شرم الشيخ. كان في معسكر شرم الشيخ. اتدربت بقى هناك كويس حمام السباحه بسين. ايوه اتدربت فيه. اتدربت فيه وانا بشويه حكره على السلم ده بكره عن السلم السعوديه بنزل فيها. هو بيطلع من على ادوار عليا يقصد ذلك. ايوه فاهمه طبعا فاهمينه جدا. طبعا عايزه برضو اروح معاكي للصعوبات بقى مش فكر بس عماد يعني في العموم ايه اللي بتواجهك مع الابطال دول؟ انا هقول الابطال دول شو الفئه دي هقول الابطال دول يعني غير فكره الوزن. هو طبعا في حد المفروض يكون بيتابع برضو الوزن. أيوة والاكل والحاجات دي كلها مش كده؟ بالظبط. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه العقبات يعني ممكن يكون ما فيش حد كان مهتم الاول بمتحدي الاعاقه بصراحه فهم عندهم حاسين ان ما فيش خالص نتيجه ممكن يحققوها. بس بصراحه يعني دي اول تحيه طبعا انا لازم احييها
لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هو السبب صراحة اللي خلى كل المدربين وخلى الاتحاد وخلى جميع الفئات تهتم بمتحدي الأعاقة. دي حقيقة بنتكلم على 2018، احنا قلنا ده في بداية الحلقة، يعني في عام لذوي الهمم لما الدستور في دعم كبير جدا جدا منه في المواد المختلفة في جميع السفريات وفي كل حاجة. تاني حاجة، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه مدعم متحدي الأعاقة بشكل كبير جدا لسبب مخلينا احنا قادرين وعارفين نشتغل معاهم. انا طلعت بطل، البطل ده عايزه اصفره، هو الاتحاد مدعم ده، رئيس الاتحاد مدعم بطولات الطنشتيه حتى كنبدا باللعيبه. يعني انتوا كمان ماديا متكفلين الى حد ما، الاتحاد متكفل. طبعا متكفل بمتحدي الاعاقه في كل حاجه وفي جميع سفرياته. وبالنسبه بقى للمتحدي الاعاقه في الشغل بتاعهم نفسه، طبعا بتقابلنا عقبات كتير، بس يعني مش صعبه، مفيش حاجه صعبه بصراحه. وعماد انت بتشتغل، انت عندك كام سنه؟ دي مفاجاه. عندي 25. في سي في هنا مش سهل يا جماعه، في سي في رائع. انت عندك كام سنه الاول وبتشتغل ايه؟ عندي 25 سنه. 35. 25 سنه ولا انت بتصغر نفسك 10 سنين؟ طب ما انا اعمل ايه يا عماد؟ 35؟ لا عندي 25. طب هو عنده 25، ماشي اوكي. طيب قولي بتشتغل ايه؟ والله صراحة يا حياة كنت الشغلات الشغل الشارع شارع مدرسة ايه؟ الشارع مدرسة ابتدي فرانت الشارع الظاهر بقى له 5 سنين. بقى لي 5 سنين، في 10 سنين كنت بقف مع كنت بقف من مع مكنة التصوير، اصور اوراق واثبتهم. المهم تكون مبسوط، انت مبسوط وانت بتشتغل ومبسوط وانت بتمارس رياضه، مش دي اهم حاجه؟ الحمد لله. الحمد لله. رياضه مهمه جدا وبتفرق في المود كمان يا عماد، صح؟ تحس ان انت المود بتاعك احسن لما بتروح تتمرن، صح كده؟ صح. طب كابتن شيماء، عايزه يعني اخد من كلام عماد برضو واسالك، يعني ممكن يكون في اهالي كتير جدا عندهم ابنهم اي حد او اي فرد في العيله يعني من ذوي الهمم، خلينا نقول، طيب ازاي انا اقدر برضو اتكلم معاهم؟ لان خلي بالك مش كل الاهالي متفتحه او منفتحه، وفي اهالي بتخاف قوي على اولادها، بيقول اهالي ما عندهمش وقت، حاجات زي كده كتيره. ازاي انا ممكن كمدربه وعندي الثقافه دي وعندي الوعي ده عايزه اغير هذا الفكر وعايزه اجيب الشخص ده يجي وحياته تختلف؟ لان خلي بالك الموضوع فعلا بيبقى فرق في الحياه في المستقبل، فازاي بقى ده تقدري تقنعي بيه بعض الاهالي اللي اكيد انت بتشوفي نماذج كتيره جدا من نوعيه الاهالي دي؟ هي فعلا في اهالي كتيره جدا بتبقى رافضه وفاهمه ان اولادها مش هتحقق حاجه، وانا من وجهه نظري شايفه ان هم ما عندهمش ثقه في اولادهم مبدئيا. بالظبط. دي حقيقه. ويعني انا لما بتكلم معاهم شايفين ان لا، يعني انا اسفه طبعا في كلمه زياده اعباد، هي مش كده خالص، لان هو اصلا متحدي الاعاقه مجاني، تدريبه مجاني، فبنعمل زي ندوه او احتفاليه صغيره ان احنا نبسط الاولاد بيها، ما فيش في منها هدف للكاراتيه ولا للجمباز ولا للتايكوندو ولا اي حاجه، بيجوا يقضوا وقت جميل وصار. بنعمل فيها فقره كاراتيه، فقره جمباز، فقره انشاد ديني، جميع الفقرات. هنا بقى بندخلهم وندربهم وبنبدا نوري اهاليهم هم قد ايه دول زيهم زي الناس العاديه ويمكن افضل بكتير. فانا عملت عمليه دمج، عملنا فريق طموح لكنوز البشريه مع الكاتب الصحفي عبد الرحمن مؤمن عبد الحليم، عمليه دمج. ازاي؟ دخلنا الجروب بتاعي اللي هم الناس العاديين ابطال، دخلنا معاهم متحدي اعاقه ذهنيه وبصريه وحركيه وصم، ودخلنا دول مع دول، دربت دول نص ساعه لوحدهم، دول نص ساعه لوحدهم، دخلنا الاثنين كلهم بيشتغلوا بنفس المستوى. الله، حلو ده. حتى هيتكرموا في اليوم العالمي متحدي الاعاقه يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. هيحضرها كام شخص بقى؟ كتير. لا كتير، يعني الموضوع يعدي اكتر من 120 شخص. حلو قوي. وفي تكريم ليهم في مكتبه القاهره الكبرى في يوم الاربعاء الجاي في اليوم العالمي. وفي فنانين بتدعمنا جدا ومبسوطين بيهم جدا. المجتمع كله بصراحه، المجتمع كله لازم يبقى واقف مع بعض، وزي ما بنتكلم مفيش فئه عاله يعني علينا، مش اسمها كده، يعني احنا كلنا بنكمل بعض بالعيوب بالمميزات الضعف والقوه، كل يعني المجتمع لازم يكون فيه كل حاجه. فده الصح والوعي. انت اكيد برضو من كلامك انا فاهمه ان هو اختلف الى حد كبير مؤخرا. انا حبيت بس يعني اثبت لاولياء الامور ان ممكن يكون ابنها الكفيف ده بالظبط او اعاقه ذهنيه افضل من العادي. بصي
دلوقتي الفكره في ايه؟ الفكره ان انت يعني لو ابنك اتولد في ظروف معينه ما ينفعش ان انا برضو اجي ازود عليه، خلينا نهون على ولادنا، نهون على الاشخاص دول ان احنا نديهم امل. لو انت مش مؤمن بيه ناس تانية مؤمنه بيه، دي الفرصه ان هو يعيش حياه افضل. دي النقطه اللي احنا حابين جدا ان احنا برضو نوصلها لحضراتكم. فممكن اختم معاك يا عماد بقى، وعلى فكره انت عارف انت بيتابع كام واحد؟ قول كده رقم، قول رقم كبير مثلا. رقم؟ اه عارف كم واحد اتفرج عليك مثلا؟ قول ملايين. اه بجد بجد. اه طبعا. فانا عايزه صوتك يوصل، يعني انت قول بقى رساله للناس اللي بتتفرج عليك تحديدا طبعا جمهور الاهلي، يعني عايزاهم يسمعوك، عايزاك انت حتى تقول رساله للناس اللي برضو حابين ان هم يمارسوا رياضه من ذوي الهمم، صحابك انت بتشجعهم، خليني اسمع بقى هتقول لهم ايه. طبعا كنت مين اللي دعمك؟ وانا كنت طلعت الاهلي اهلاويه، وانا كنت لابس القميص، انت لابس لون احمر النهارده مخصوص. قميص احمر حمر عشان كنت طلعت اهلاوي. عماد هو عنده عندي قدرة يعني فريق ماتشات تعلي الستيت. اه على فكرة مامة عماد أكبر مثال لكل الناس، متحدي إعاقة بقالها أكتر من 20 سنة مع عماد في مجال الرياضة، سواء سباحه سواء تنس سواء كاراتيه. عايز اقول حاجه لماما، ماما هي اللي ليها الفضل. شكرا مثلا، يعني حابب تقول حاجه ليها دلوقتي بتتفرج علينا؟ طبعا قول لماما حاجه. طيب عماد انا هشكرك، بس احنا عايزه منك وعد ان انت المره الجايه ما نستضيفك. عشان اول مره. لا 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 بالعكس، انت نورتنا والله بجد، وعايزين المره الجايه لما نستضيفك عشان دي مش اخر مره، عايزين ميداليات اكتر وبطولات اكتر. توعدنا؟ عندي هو معاه ميداليات كتيرة بس هو ما قدرش. انا عارفه. عندي بين ابداليات امداليات عنده امكانيات. برافو مش الحمد لله رب ليش فوق رب عشان كنت دخلت حمام السباحه انتبهت تعليم. ربنا يوفقك يا عماد، ربنا يوفقك يا حبيبي، وانت مثال جميل للشاب المصري الناجح بجد، الرياضي الناجح. نورتنا وبشكرك جدا كابتن شيماء، وربنا يوفقك فعلا في اللي جاي، بتعملي حاجه محترمه جدا، وعايزين بقى يخرج من تحت ايدك ابطال تانيين مصريين ان شاء الله، وفي مفاجات قريب باذن الله. ان شاء الله. هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم، هينضم ليا بقى كريم وكابتن حشيش. يا اهلا بكل حضراتكم عوده من جديد لنستكمل مع حضراتكم بقيه فقراتنا، وهي فقره اخيره بس فقره هتكون مهمه جدا، لان احنا هنتكلم من خلالها عن الكثير من الامور المتعلقه سواء بالنادي الاهلي او بمنتخب مصر، وكمان اكيد لازم نمر كده على الانتخابات واليوم الجميل اللي شاهده فرع جزيره للنادي الاهلي يوم الانتخابات بالامس. وطبعا هنسعد بوجود كابتن محمد حشيش اللي دايما بينورنا. مساء الفل على حضرتك واهلا. صباح الفل. صباح الفل. بعد لسه ما جاتش 12 لسه ما جاتش. صباح الفل. مشيها مساء الفل. صباح مش الفل. ما احنا ساعات بنشوف بعض بنقول ايه؟ كانت مساء. والله مش ساعات بنشوف بعض بنقول صباح العسل. عادي خلاص. ازاي حضرتك منور؟ انت عارف في فرنسا بيقعدوا يقولوا بونجور اللي بالليل مثلا، واحنا ما نقلش عن فرنسا كابتن حشيش. طبعا ما نقلش طبعا طبعا. كابتن حشيش منورنا. ربنا يخليك. ويمكن احنا يوم الانتخابات كنا مع بعض طول الوقت. دي حقيقة. لكن يوم حلو قوي. اجواء جميله، ويعني كنا لسه بنحكي في برضو بدايه الحلقه، الاعمار كلها كانت موجوده، يعني بجد من لسه مولود والله العظيم 80 سنه وماسك العلم وبيعمل كده. حاجه جميله. وحتى كابتن الخطيب كله بيسلم عليه، وهم احنا واقفين يعني مكان ما مفروض يعني نقف مكان بتاعنا جوه اللجنه، والناس معديه كله بيسلم. صح. اطفال كبار عواجيز رجال ستات كل الناس. الله يكون في عونه يا هوند بصراحه. كم صور غير عادي. وعمره ما بيكسف حد على فكره، عمره ما بيقول لحد لا. فكان يعني يطلع بس في المبنى الاجتماعي يستريح شويه ويرجع تاني، لان الوقت كمان طويل. وهو خلي بالك برضو من قبلها بفتره المؤتمرات والزيارات وكده، يعني انا شخصيا بس دي ضريبه المحبه بقى، هنعمل ادي الله وضع حكمته يعني فعلا. لا فيها اجهاد كبير. انا كنت معايا يمكن في نقابه المهندسين قبلها باربع خمس ايام برضو بنعمل جوله هناك وكده. فبص في كل مكان الكابتن الخطيب
حب غير عادي من ربنا بقى حاجه كبيره يعني. كانوا لسه بيعملوا عملوا الاغنيه دي اللي هي بيبو بيبو الله ياخد بحبها. لا شفتي قبل النتيجه كمان ما بعد يعني هم بيفرزوا الناس بقى اتجمعت وقعدت بقى الاغاني كلها. ده فكره بالليل ده مش على فكره ده مش بيحصل في كل النوادي. الناس تفضل قاعده مستنيه النتيجه دي. مش واضح ان كان في روح استثنائيه في اليوم ده سواء اللي حضروا او اللي شافوه من خلال وسائل التواصل او انا عايز اقول لك حاجه بصراحه يعني غير الحب الغير عادي للكابتن الخطيب طبعا كاسطوره يعني كرويه واسطوره دلوقتي خلي بالك في الاداره يعني طبعا الناس حتى اللي بعيده عن فرقه الكوره شافت انجازات خلال الاربع سنين صحيح. يعني عدت وتخطت البرنامج الانتخابي بتاعهم يعني في الغالب مجالس الادارات لو حققت 60 70% من البرنامج الانتخابي تبقى حاجه عظيمه طبعا. انما لما تتخطى كمان البرنامج الانتخابي في حاجه كبيره جدا وده اللي مخلينا بقى طمعانين من مجلس الاداره ده ان هو باذن الله الفتره الجايه بقى مزيد من الانجازات والحاجات اللي ما يعني اللي بداوا فيها تستكمل وخصوصا طبعا الاستاد استاد الاهلي هو حلم طبعا الملايين يعني طبعا. طيب نروح بقى مع حضرتك على النادي الاهلي وتصدرنا لجدول الدوري ب 18 نقطه حتى هذه اللحظه والعلامه الكامله زي ما بيقول قبل فتره التوقف يعني اكيد حاجه لطيفه وتدي دافع للي جاي. بص يا كريم تحس ان في السنه دي الموسم في تغيير. الاهلي من اول مباراه وهو فارض شخصيته بكامل قوته التدعيمات اللي حصلت قبل كده والناس اللي جت من الاعارات اثروا فعلا فرقه النادي الاهلي وما حسسناش بان يعني انت انا عايز اقول لك ان في لعيبه كانت مصابه انت مش حاسس بيها وما حدش بيتكلم عليهم الناس كانت بعيده زي مثلا كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات كان فتره في بدايه الدوري كان بعيد انما انت مش حاسس انت في ناس على مستوى عالي وكل مركز فيه لعيبه كبار فانت مش حاسس غير كمان ان انت بتكسب بسكور الاداء طبعا. كويس جدا واداء عالي جدا جدا وتحب تتفرج على النادي الاهلي يمكن السنه اللي فاتت كنت وانت بتتفرج انا هوند ايه قلقانه ربنا يستر انما انت النهارده بتقول انا عايز السكور كام بقى انا عايز اتفرج على اجوان وعايز طبعا. وعايز صحيح احنا عندنا لسه مشكله بسيطه جدا حكايه الاهداف اللي بتيجي فينا دي يعني في غفله من الزمن بتتظبط انما كويس حته ان انت بتسجل وبتسجل كتير عشان ما يعني ما تحطش موقف بايخ لغايه الاخر تلحق او ما تلحقش فالحقيقه المجموعه كبيره وده اللي هيقوي المنافسه بين اللعيبه يعني التواجد اكتر من لعيب على مستوى عالي في مركز واحد ده بيقوي المنافسه واللعيبه اكيد من خلال الماتشات اللي فاتت دي حست ان اللي مش هيأدي في الملعب كويس ممكن الماتش اللي بعديه بره طبعا فدي برضو حاجه كويسه وربنا يحميهم ودي استراتيجيه حلوه على فكره طبعًا. اعتقد كيروش نفس الفكره نفس المدرسه مفيش مجاملات مفيش فكره ان انا استحملك مباراه ومباراه تعوض لي فيها يعني نفس النهج بتاعي هو لو هنتكلم طبعا على بس انا عايز اتكلم برضو على تكمله النادي الاهلي برضو احنا لسه في ملف النادي الاهلي انا بس بدي مثال لكيروش على كل حال خليني اروح برضو واخد من كلامك طيب لو انت شايف كده الاداء افضل كمان هذا الموسم ايه اكتر مباراه شايف فيها اداء ونتيجه لحد دلوقتي الافضل للاهلي والله بصي كل المباريات انا شايفها حلوه وكلها يعني مختلفه عن بعضها طعم مختلف ماتش كمان الاخير بتاع سموحه طبعا من الفرق القويه ومعاهم مدرب مدير فني كويس النادي الاهلي تحس ان هو مالك الملعب وفي اهداف وغير يعني احنا غير الاهداف كمان اللي بتضيع في اداء في اثبات لنجاح الطريقه اللي ابتكرها موسيماني اللي هي 3 4 3 مصمم ان هو يلعب بيها وبتدي انا شايف انها بتدي مرونه كمان للفريق وللعيبه في الملعب وفي تحرر كامل بالنسبه طبعا للخط المهاجمين وبتدي اريحيه كمان للاطراف الباكين سواء اكرم او علي معلول ان هم ينطلقوا بسهوله ما يبقاش وهو طالع بيفكر 100 مره عشان برضو مكانه او لو حد سريع بيلعب عليه خايف في الهجمات المرتده وجود الثلاثه اللي ورا دولت مع الديفندرات الحقيقه انا شايف ان الطريقه يعني جميله وما تقدرش تقول مين بيلعب هنا ومين بيلعب هنا حتى الديفندرات بتاع نص الملعب اذا كان ديانج ولا السوليه التبادل بتاعهم في الهجمات يعني شفنا احنا السنه اللي فاتت كان ديانج متمسك بالحته اللي هي اللي تحت
اللي قدام المساكين وما بيطلعش كتير. دلوقتي بينطلق وبيروح بكره لما يشوف مساحه فاضيه بيخش فيها وبيجيب اهداف. ماتش الزمالك طبعا شفنا هدفين روعه طبعا. الحقيقه لا يعني يعني انا شايف كمان المستوى الفني على مستوى الفرديات كمان عالي. يعني في لعيبه بدا الموسم بشكل كويس. حسين الشحات كان غايب فتره كبيره ابتدى يرجع. حتى الصفقات الجديده بيرستاو متالق يعني لو هنتكلم لسه ناس ما شفناهاش. يعني لسه في كريم نزل شويه الماتش اللي فات. عمار لسه ما نزلش خالص. تخيلي عمار يعني من احسن لعيبه في الموسم اللي فات في الدوري السنه اللي فاتت. السنه دي لسه ما خدش خالص. راجل لسه قاعد. طاهر محمد طاهر كهربا. يعني تخيل انت الاسماء اللي على الدكه ودي اللي مقويه الدكه وبتدي برضه قوه للفريق ما يكون فيه دكه قويه يعني. اكيد. طيب عايزين نروح بقى بحضرتك لفكره ومبدا التوقف الدولي. هل هو يعني شيء مفيد من زاويه ان المدير الفني بقى يركز اكتر مع لعيبته لو في عنده اي حاجات محتاجه تتظبط يظبطها، ولا هي شيء مضر من منطلق ان انت وقفت سخونه اللعيبه لفتره فبالتالي شيء من الشغف بيروح مع التوقف، ولا هي نقدر نقول ان هي سلاح ذو حدين؟ هي سلاح ذو حدين. انت لو هنتكلم على النادي الاهلي يعني المعسكر اللي هيتعمل اللي رايحينه ده طبعا معسكر مفيد جدا جدا، لان في لعيبه لسه جديده على النادي الاهلي ولسه ما خدتش الفرصه، زي مثلا زي ما قلنا عمار وزي حسام حسن وزي كريم. وبعض اللعيبه محتاجه انها تنسجم مع الفريق ومحتاجه طبعا انها تاخد مباريات، لان التدريب لوحده مش كفايه. اكيد مش كفايه. وفي نفس الوقت برضو المباريات الوديه اللي بتتعمل هنا بتبقى مع مستويات اقل، فما بتكسب 8 وبتكسب 9 مش هي دي اللي تخلق المستوى. فاعتقد المعسكر اللي رايحينه متفقين على كم مباراه مع فرق قويه، دي هتدي فرصه. ده هو يوم 6 الشهر الجاي في الامارات بالظبط كده. فهتدي فرصه للعيبه اللي ما بتلعبش انها لا تلعب وتلعب ماتشات قويه، بحيث انها برضو ترجع، لان القعده على الدكه او خارج السكور مهما كنت لعيب كويس هو المستوى الفني والاداء بيعلى من المباريات والمنافسه الفعليه يعني. صحيح. فده جانب كويس بالنسبه للفريق. كذلك موسيماني خلي بالك السنه وشويه اللي جه فيهم النادي الاهلي ما كانش عنده اوقات كتيره فاضيه انه يقدر يعني يدي الفكر اللي عنده للعيبه. كان تلاحق مباريات طبعا. مباريات مضغوطه، حاجات ما بيلحقش يدي حاجه. ده بعض الاحيان بين المباراه والمباراه استشفى وبس وانزل 4-2 في النص. حصل يعني حصل كتير. حصل. اعتقد انه برضه فرصه كويسه المرات القليله اللي هياخد فيها فتره كويسه تدريب ومباريات وديه، فدي ممكن انها يعني برضه تنفع النادي الاهلي. الجانب السلبي شويه بقى هو مباراه الدوري، ما بيبقى فرقه ماشيه ماشيه كويس وسكور واداء وعلامه كامله، ما تيجي تقطع الحته دي و يعني تريح شويه بتبقى مشكله بالنسبه للفرق. وبعدين مشكله كمان ان انت دلوقتي مش حاسس بيها، انما بعد رجوع الدوري تاني وبعد التوقف التاني بتاع ممكن ناخد وقت على ما نرجع تاني، هنرجع للضغطه بقى بتاعت السنه اللي فاتت وهتبقى مشكله. بس احنا عاملين حسابنا الحمد لله السنه دي زي ما قلنا في كم اللعيبه اللي موجوده طبعا. عندك يعني صف اول وصف تاني وفرقتين ودكه قويه، فدي ان شاء الله تقدر يعني تضيع الحته اللي احنا بنتكلم عليها. هو موسيماني خاسس ولا انا بيتهيألي؟ هو ممكن يكون خاسس شويه بضغط المباريات. لا من الفكر. والله فعلا باين عليه جدا. لا خاسس شويه. طيب خليني اروح معاك بقى لكيروش، نروح للمنتخب شويه. كان ليه مؤتمر صحفي امبارح وفي بعض التصريحات اللي اتكلم عنها، لما الصحفيين سالوه باستبعاد بعض اللعيبه عن غيرهم، لما اتكلم عن لا انا بشوف وجوه جديده، احنا لسه بنبدا، حاجات زي كده برضو اكيد كل حاجه ليها رساله طبعا. خليني اروح معاك للمؤتمر الصحفي، شفت ايه اهم النقاط اللي اتكلم فيها لو تابعت امبارح، وفي طبعا نفس الوقت النقطه اللي احنا ربطناها بينه وبين موسيماني ان مفيش مجال هنا لان انا ادي فرصه ثانيه لحد ما اداش في مباراه حتى واحده. بصي هو الراجل يعني يعني اول حاجه لازم نعترف ان هو راجل صاحب سي في قوي، واحنا اخترناه يعني احنا اخترناه بنفسنا، تعالى امسك الفريق بالسي في القويه بتاعتك.
احنا عندنا في مصر اصل يعني الاراء دايما بتبقى مختلفه ومحدش بيعجبه حاجه، يعني عارفه الناس بتقعد في تسرع في بعض الاحيان، في تسرع على يعني. طول اول ما ياخد مثلا واحد من الناحيه الفلانيه والناحيه الثانيه ما خدهاش يبدا المعسكر الثاني ده يتكلم ويبدا الاعلام بقى بانتماءاته يتكلم وكده. احنا لو قعدنا احنا الثلاثه دلوقتي نختار تشكيله منتخب هتطلع مختلفه احنا الثلاثه، صحيح، لان كل واحد شايف اللعيب من وجهه نظره او من ادائه في فتره معينه او بيحبه او هو الراجل شايف من فوق والراجل عايز يشوف واضح اكبر كم من اللعيبه، فبيدي فرصه للاختيارات كتيره، ودي حاجه كويسه برضو بالنسبه للعيبه ان انا كريم ما احس ان انا لعيب يعني مش معروف او ادائي يتحسن في مباريات، ان انا عندي امل ان انا اتاخد. دي كويسه بالنسبه للعيب ان انا ما بقاش زي الاول هم 25 يدخل عليهم واحد ويخرج واحد بس. دي بتدي يعني بصراحه ثقه للعيبه، بتزود من اداء اللعيبه. هو الراجل بيقول لك في المؤتمر امبارح ان انا يا جماعه احتمال يبقى كاس العالم كل سنتين، فانا دلوقتي في اعمار كبيره عندي في الفرقه فبحاول اجيب الولاد الصغيرين ياخدوا خبرات من حاجه زي مثلا الدوره البطوله العربيه دي، يقدر ياخد بطوله، صحيح انها يعني مش تحت مظله الفيفا انما بطوله برضه هنقابل فيها فرق زي لبنان والسودان والجزائر عشان امم افريقيا بالظبط يعني كده، فممكن يظهر لك حد ما كنتش انت متوقعه، يعني تلاقي طفره في لعيب يفيدك. لازم برضه طبعا لما نوصل لكاس العالم، صحيح كاس العالم مش بعيد قوي بس برضه هو عامل حسابه ان لازم تبقى لعيبه رجلها في الملعب وخلاص خدت الخضه بتاعه المنتخب، يعني ممكن يبقى لعيب كويس قوي في الدوري المحلي وعامل اداء جامد قوي، تيشيرت منتخب مصر بقى والضغوطات والدنيا كلها مش جمهور اللي بيتفرج عليه، ده الدنيا كلها بتتفرج عليه، ممكن ما يستحملش، وهو بيأقلم اللعيبه من دلوقتي وبيحط يعني بيوسع الدايره قوي بتاعه اللعيبه تنفعه في الاختيارات اللي جايه. اللعيبه اللي هو بيختارهم دول يثبتوا جداره، هو في الفتره الاخيره في شويه ناس كان عندها شيء من التحفظات على نوعيه او كواليتي اختياراته، تمام، يمكن ظبطت معاه الى حد كبير في حاله مرموش، تمام، ومرموش كان من الناس اللي هي منسيه وده حاله استثنائيه لانه بيلعب بره واخد يعني احسن ناشئ صاعد بره طبعًا. في المانيا فدي هو لعيب مميز واثبت جداره الحقيقه من اول ما حط رجله، اللعيب الحلو بيبان، صحيح، بيبان من اولها، صحيح، بس برضه ده ما منعش ان الناس يبقى عندها شيء من علامات التعجب والاندهاش من اختياراته وبيقولوا ايه طب تعالوا نتعامل مع كيراش من منطلق ان بطوله كاس العرب هي البدايه الحقيقيه لكيراش مع المنتخب وقاعدين بقى مترقبين ومستنيين. بص هقول لك حاجه كريم، هو طبعا يعني الراجل مش زينا اكيد، يعني احنا عايشين في البلد شايفين اللعيبه دي على الاقل مثلا خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا طبعاً. فمكونين فكره بالنسبه لهم وعارفين الرسم البياني بتاع كل لعيب حتى لو مش في النادي الاهلي او نادي الزمالك. طب. انما الراجل برضه جديد، يعني حتى وان كان شاف بعض الفيديوهات مش كافيه انه يشوف اللعيب اكتر من مره، فهو برضه يعني بالنسبه له برضه العمليه صعبه شويه. بياخد راي طبعا اكيد الاجهزه الفنيه، ولو ان انا اعتقد ان هو بيتصرف من دماغه يعني من نوع اللي هو كويس على بس بس انا بتصرف من دماغي. احنا هننتظر ونشوف لان انت ما عندكش البديل، انت الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعملها دلوقتي انك لازم تدعم يعني ونستنى شوية في الكلام لغاية احنا كجماهير يعني ندعم طبعاً طبعاً جماهير واعلاميين لازم، لان المرحلة مش يعني مثلا لا قدر الله البطولة العربية حصل كده ولا كده برضه انت هدفك الاعلى، انت مش هدفك بطوله عربيه. والناس بتبقى خايفه بقى يا كابتن حشيش يقول لك يعني انت ما وصلتش لحاجه في البطوله العربيه داخلي على امم افريقيا وبعدين تخش لي على المونديال يعني. الفتره دي كلها اسمها لان هو الراجل برضه بقى له قد ايه فهي الفتره اللي جايه دي هي فتره الاعداد، يعني فتره الاعداد من ضمن الاعداد بتاعه بطوله العربيه. يعني في ناس كتير كانت قالت ايه طيب ما يستنى تودي مثلا المنتخب الاولمبي زي مثلا السعوديه ما هتعمل وانت يعني اعمل ماتشات مثلا على مستوى عالي اتفق مع فرق قويه مدارس مختلفه تنفعك في البطوله الافريقيه، كل واحد وله فكر اكيد يعني انت فاهم ازاي، والا ما كناش جبنا بقى مدرب
وكنا قعدنا بقى لجنه عملنا كونسلتو كونسلتو كده وقعدنا مع بعض وشفنا الاغلبيه وعملنا وعملنا الكلام ده. فهو الراجل والله هتاخد احلى فكره واحلى خطط مليون في المية وشغل عالي. بس ال 11 مين اللي هيلاعبهم بقى؟ والله هيحصل ضرب بعد كده. بس انا لفت نظري حاجه ولو تتفق او تختلف معايا يعني قول لي رايك بصراحه. قولي. مش هزعل. قولي. امبارح المؤتمر الصحفي لكيروش بيتكلم عن منتخب مصر يعني بيتكلم باسم منتخب مصر. لما يبقى المترجم كابتن محمد شوقي مش غريبه شويه ان انا ك يعني منتخب ما عنديش مترجم؟ انا بصراحه ما عجبتنيش. انا معاكي لان برضو الناس اللي عارفه لغه وكده يعني برضو حاسه في بعض مش دوره مع احترامي حتى لو انا دارس لغه حتى لو الانجليش بتاعي فلوينت حتى لو انا اداب انجليزي طبعا. وبعدين عايش في امريكا هو مين المتحدث الاعلامي في المنتخب؟ مش عارفه مين المتحدث الاعلامي يعني صراحة. ده اي منتخب في العالم طبعا لازم له متحدث اعلامي وبيبقى بالمناسبه هو اقرب حاجه ده المترجم إيه لحد يعني ما يكون هو يعني يعني لحد ما يعني انا شايفه ان لابد بصراحه لان في حاجات طبعا مترجم. بتجري لان برضو يعني ممكن هو كتر خيرهم بس مش دورك يعني مش هو انت عارفه منك. هو دي تنفع اثناء الماتش وفي الملعب لان الجهاز الفني انا بتكلم صحفي وبيتصور طبعاً. ويعني محطات واذاعات وصحف مختلفه اصل في كلمه ممكن تترجم غلط او ما تتقالش حرفيا بتغير المعنى اكيد بتغير المعنى خالص 100%. يعني فلازم يعني يبقى كمان حد عنده القدره احيانا انا برضو ما ابقى مترجم لكريم واحس ان كريم مثلا في حاجه قالها في الجو بتاعنا احنا في مصر ما تمشيش ممكن ايه احسنها بطريقتي او اعدي من عليها يعني دي مهمه جدا جدا ان انا فلتر برضو الكلام لان في كلام ممكن يتقال بره عادي ما يتقالش هنا في صراحه زياده عن اللزوم ما تتقالش يعني انت فاهمه ازاي عشان الحساسيه فلازم يكون فعلا في حد على مستوى يقدر يعني يوصل الحته دي. عموما خلينا نقف عند النقطه دي ونستاذنك هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. عودة العشرة الصبح في الأهلي وضيفنا اللي منورنا كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق وحديث بنروح وبنيجي من خلاله على المنتخب المصري وعلى النادي الأهلي. اتكلمنا من شوية قبل الفاصل عن تفاصيل كتيرة متعلقة بكيروش والمنتخب. تعالى نرجع بعد إذن حضرتك للنادي الأهلي واسألك على فكرة إن أنت ساعات بتشوف مباراة للنادي الأهلي فيها غزارة تهديفية فيها أداء قوي جدا فيها تماسك ملحوظ لكل الفريق والمباراة اللي بعديها ممكن بالعافيه او على استحياء تجيب جول وانت الماتش اللي قبل منه جايب 4 أو 5. ده اتكرر كذا مره. هذا بيكون ليه علاقه بطبيعه المنافس اذا كان بيلعب جيم مفتوح ولا تكتل دفاعي ولا تغيير موسيماني لخطته ولا ايه الحكايه؟ لا هو له علاقه مباشره بالمنافس. انا بيجي لي منافس بيتكتل على ال 18 والفرقه كلها كل ال 10 لعيبه بترجع في نص ملعبها وتعتمد يعني على استحياء على هجمات المرتده فالمساحات ضيقه والموضوع صعب طب هنا في مساحه للمهارات الفرديه واللعيب اللي عنده قدره اختراق انت برضو المساحات اللي ما بتضيق قوي كريم بتبقى برضو يعني يعني في اللعيبه في النادي الاهلي عندها يعني نوع من انواع المهارات انما طبيعه لعب النادي الاهلي لو تحس ان هو استحواذ وبيلعب على الاطراف وبيلعب في المساحات وبيلعب الخطه مبنيه على كده فلما تيجي انت تعمل التكتل الدفاعي ده بتحد بتقدر انت بقى يعني الاجوان حتى اللي جات ممكن تكون الكور ثابته شوطها من بره كده انما لما تيجي تلاعب مثلا فريق زي الزمالك راجل منافس وجيم مفتوح شفت انت 5 واخد بالك ازاي اما تلاعب سموحه نفس القصه صحيح يعني احمد سامي لعب مع النادي الاهلي لعب مفتوح ما فضلش قاعد عجبني 5 ما فضلش قاعد ان هو بقى يعني يبقى ورا ويلعب على هجمات لا كان فاتح الملعب ويلعب عشان كده السكور كان زياده فهو الحقيقه هي دي بس اللي بتفرق هو الغرض الاساسي طبعا في الاخر سواء من فرقه كبيره او فرقه صغيره هو الثلاثه بونت طبعا وبالتحديد في البدايه عشان تعمل الفارق اللي هيريحك ان شاء الله يعني على نص الدوري او لما المباريات تبقى مضغوطه يعني. ماذا يحدث مع حراس المرمى في المنتخب؟
قال لك ايه الورطه دي؟ ايه الورطه اللي انت ورطتوها لنا دي؟ ده هنختم بيه بقى. في السياسه احسن. يعني اجابه سريعه. بصي هو يعني اختيارات و يعني انا مش لاقي لها حاجه يعني انا يعني انا دايما بقول ان المركز الوحيد اللي في الملعب لازم يبقى ثابت على الاقل الراجل الاساسي والراجل الثاني على طول والثالث ده اللي بيحصل فيه تغيير وخصوصا ان الفترات الزمنيه مش طويله قوي ان في حد من الحراس مستواه اتغير ده ما فيش فلما تحس ان كل مره في قصص كده برضو هنرجع نقول الكلام اللي قلناه في البدايه اختيارات واحنا قاعدين نقول ايه طيب حاضر عارفه كل شويه نقول حاضر موافقين طيب لغايه ما ايه ما نشوف فانا اعتقد ان هي معاك يا كيرو عارف لا احنا معاك يا كيرو بالظبط كده لغايه الاخر يا عم كيرو هنفضل بقى لغايه الامم الافريقيه هو ده المحك المظبوط اللي الناس مش هتقدر تسكت بقى يعني تسكت لان بعدها المباراه الفاصله دي طبعاً. سواء لسه في تفكير يعملوها ماتش واحد او ماتشين دي لسه سواء كده او كده فالموضوع صعب فهو المحك الرئيسي هو امم افريقيا بعد كده هتبتدي بقى الحاجات تبقى صعبه عندنا وقت وحضرتك موجود واحنا موجودين هنروح فين والناس قاعده نورتنا يا كابتن حشيش سعدتنا بوجودك مشكورك جزيل الشكر يعني كالعاده والله كلنا مبسوطين وفقره جميله بوجودك احنا كده الحلقه النهارده خلصت نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله و10 الصبح في الاهلي